مهارات التفكير الواقعي، ماذا تعني بهذا المصطلح؟ هناك كانت موجة سابقة قديمة كانت عن التفكير الإيجابي. بعض الناس يتذكر قديماً كانوا الناس يتحدثون عن التفكير الإيجابي ولازم الإنسان يكون إيجابي ويترك عنك التفكير السلبي ومن هذا الكلام. لما ظهرت هناك دراسات علمية وتحدثت كتب العلاج النفسي أن التفكير الإيجابي المطلق لوحده قد يكون تفكير مضر. التفكير الواقعي هو الذي يجمع بين أمرين، يجمع ما بين التفكير الإيجابي والتفكير السلبي. بس كيف التفكير الإيجابي يكون مضر؟ أنا أقول لك كيف. لنفرض أن أنا جيت بقدم برزنتيشن فشعرت هنا أنا بالخوف، فأجي أقول صديقي يقول لي يا أخي إيش فيك أنت صاير سلبي، خليك إيجابي، مفروض أنك أنت توقف وتلقي على أكمل وجه. طيب والضيق اللي جاني والخوف اللي جاني أليس هذا شيء سلبي؟ نعم شيء سلبي لكنه طبيعي. لذلك بحجم ما نملك من تفكير واقعي عن الحياة، عن أنفسنا، عن الآخرين، بحجم ما نملك من صحة نفسية جدا رائعة.